الانسان خاصو يحافظ على الصحه ديالو، خاصو يدير توازن التغذيه. توازن التغذيه بمعنى ان ياكل من كل حاجه في الاسبوع، مثلا ياكل من العدس، ياكل من الفاصوليا يعني هاد القطنيات، ياكل من السمك يعني، وما ياكلش اللحم كثير، يحاول ياكل شويه ديال اللحم يوم في الاسبوع، اللحوم الحمراء بحال اللحوم البيضاء، فهمتي يعني، وحسن التغذيه ديالو، ياكل هاد كنقولوا هاد الاوراق، مثلا يدخل لي سلطه النعناع بحال اوراق النعناع، ديك لي زيبيناغ. حبينا نرجعوا للماكله القديمه اللي كبرنا بها حنايا، ناتيورال 100%. الماكله اللي هي اون طبيعيه بحال كنا كيطيبونا والدينا، الشيبس كبرنا حنا كنا كنعرفوا شنو هو المرض كاع. هو نورمالمون خصو يكون ان بروغرام اليمونتيغ تبعو، ويعرفش غادي ياكل في الصباح، شي ياكل في الغدا، شي ياكل في الليل، ماشي غادي ياكل اونتغ لي غوبا، خصو ياكل بالتنظيم. حنا مادا بينا كون كان داكشي ديال زمان، الفطور فوقته، الغدا فوقته، العشاء فوقته، دابا حتى لي فاست فود وهذا الوقت السريع اللي كنعيشوا فيه مأثر على الحياه ديالنا، ما بقاش داك التوازن يعني الصحي اللي كان قبل، والنظام الغذائي تبدل. النصيحه اللي نقدر نقولوا ليا شخصيا نيت، يبعدوا على لي فاست فود ما امكن، غير الانسان اللي كان للضروره. والتغذية السليمة وخا غير قليل ويكون فيه الفائدة وما يكونش بزاف، وهو موديل الصحة، الحوت وديال الخضرة، باش الإنسان اللي يقدر ينوع حتى في يعني في الماكلة ديالو، ماشي لا سومين كلها حوت، ماشي لا سومين كلها لحم، ماشي ضروري مرة لحم مرة خضرة مرة دجاج، يعني ما يمكنش تبقى نفس الوجبة كتاكلها كل نهار.